انا سالته هيك هي السلم قعدت فيها سنتين. واحد اجى طعنه بالسكين قال ناس البناء اللي ارحل من المنطقه رحلت من المنطقه. وين كنت بالبصره كمان برضو عملت مشكله وهذا الموضوع مسجل بالمقر الشرطه. جيت على بسطة فوق كمان انت عنتر السكين ان الناس المنطقه اللي ارحل من المنطقه الكلام هذا موجود من المقر الشرطه. بعدها كمان جيت منه رحلت لجيت لطريقه جديده مشي 14/5 كمان نفس الشيء انت عنتر السكين عملت بلا قال لي كمان ارحل من المنطقه. هن نفس الناس المفوضيه عم بقول لي ارحل من المنطقه من المنطقه الجديده بالذات مدافوري. قال لي يا اخي اترك هذا المكان ارحل. طيب هي انا حياتي بدي ارحل بدي حياتي كله لامتى احضر؟ انا لبنان ما جاي اشتغل جاي بدي اسافر خلص ما بدي اقعد بلبنان هيك. هذا هو اللي بدا اللي صاير وكل اللاجئين بنفس الاسلوب يعني كل يوم في مواطنه كل يوم في مواطنه. طيب الحين ما كبت يعني في مواطنه اصلا وضع غير مزبوط يعني ما بعرف انا اذا انا كان من بلدي انا اصلا دولتي يعني عم بضرب وعم بقتل وناس موجودين حاليا لحد اللحظه في المخيمات. انا ب 2004 قعدت في سجن الروميه جو على حواطلك بعروق مثل ما امك خلفتك شوي ده بعروق من ملابسك ما بتكون عندك ولا لبس مثل ما امك خلفتك. اول مره في حياتي اشوف هيك يعني ما في يعني ليه هيدا؟ بعدين ما انه انت نفر ولا نفرين ولا خمسه ولا عشره بالميات يعني منه نفر سودانيين بس كمان مش ليش انا هيدا ما عم بستغرب ليش هيك هيدا؟ يعني في اشياء غريبه غريب ما حدا فيكم بيقبل لابنه ولا بنته يتقرب مثل ما هو هيدا. هذا شيء من الاستغراب في انا اقبل تقتلني ولا تعريني قدام ال 100 الناس شيء غريب يعني انا ما بعرف ليش عم بصير هيك يعني حتى الناس اللي مجتمع المدني وهو الانسان وحتى الامم طيب بتعرف هيدا ليش عم بصير هيك يعني في ناس انا ما بعرف ليش انه العالم كله ساكت والشرطه هي اللي بتعمل هيدا الكلام. الدوله اللبنانيه بتعرف هيدا هو علي هذا طبعا قانون البلد ما فينا احنا نخير ولا نشتغل مدني. خيي قانون البلد معنا معنا لاجي بتطبق كل النازي يعني حتى اللبنانيين بتطبقوا فيه هذه الشغله. لا حتى اللبنانيين انا حتى اللبنانيين المفروض انت تعرض ما مش مفروض انت تعرض هذا حتى اللبناني نقبل انه يعرضوه يعني لا من منطق اللبناني انت كلبناني تقبل انه انت بعروق قدام العالم بقول له لا ما صحيح هذا مش انسان بشر هذا بيعمل هيك ليش انت بتعطيني يعني طبعا حقوق الانسان ما في يعني الانسان لا يسوى شيء ابدا يعني هاي لسه يعني انا ما بعرف في اشياء غريبه بتصير عشان كده انا هنا خلاص وصل سكرت مهرة واحد بده يفل يعني يا يعني يفل اللي... يا يموت هون شوي بالغلط هون ساعته هون يعني الوضع اسوء من سيزة لا خليه واحد وين بدك توصل انت في البنايه الناطور بتشتغل واحد بدل ما بيعطيه حتى بقول لك انت ناطور بكب لك زباله براسك يعني انا حصل معي مرتين زباله من الطابق الخامس بزط له براسي مرتين ليه هيدا يعني في اشياء غريبه جدا ما حدا عم بيعرف شو عم بصير في البلد هذا الاشياء جاب القرارات بعدين مش لنفر ولا للنفرين ولا للثلاثة في أيام سيئة في عندنا ناس في السجون اليوم في حوالي 27 بالاسم بالأسامي بالتوقيع موجودين بالسجون في يعني أنتوا اليوم بتفكر إن ابنك أو بنتك يصير عنده 3 سنين قاعدة بالسجن بالأمن العام هلا حاليا موجود ليه هيدا؟ بس لاقي في مشكلة إذا كان أنا لاجئ إنه ما سرقت ولا قتلت ولا أي حاجة أنا شنو اللي خلاني بقيت لاجئ؟ إنه بلدي عم بيظلمني عم بقتلني أنا بدي بس آكل أشتغل بحلال آكل شو ما كان شغل طيب هيدا مو حرام ما كفر؟ هل هي موجود هيدا الزلمة بالأمن العام ومدرب أن التعامل طيب هيدا شو لازم هيدا؟ هيدا في أصوات سيئة عم بتصير في ناس أطفالهم ما قادرين يتعلموا على المدارس
هيدا المرأة أو أولادها عمرهم 17 سنة 18 سنة ممنوع يرفضوا على المدارس. ليه؟ لأنه ما عنده ورقة، ما عنده إقامة، بيو هو أمه ما عنده مقيمين. وين ما تروح عند المدارس يقول لك لا ما تسجل على المدرسة لأنه أبوك ما عنده مقيم. تجي تروح للمفوضية في حماية، وين الحماية؟ طيب هيدا خليه يتألم. يعني في أشياء غريبة بتصير أنا ما بعرف، يعني واحد بيخاف حتى يحكي. في ناس لاعجين ماتوا بنفس الأسلوب، عندنا واحد اسمه سليمان مات لا يوم الليلة ما بيعرف كيف مات. صديقي أنا ساكن معه في ماتور بناء وأنا ساكن معه. في سليمان اسمه لاجي. بيجي شهر دقته سيارة، دقته سيارة وسيارة طلعت عليه. ورا وما يحل. طردنا قالوا لنا هيدا مش ما معورة. في الأمن العام. في مشاكل عندي ورا وكل شيء. صاير غريب وغريب بس. لوين بدك تشتغل؟ دقته سيارة وسيارة طلعت عليه. الأمم المتحدة حتى المكتب الأمم المتحدة ما عنده مهنية. ليش إذا كان في مكتب الأمم المتحدة عنده مهنية أنت كإنسان تعرف تفهم على القانون؟ هيدا أنا ما قادر أوصل، أنا إنسان أمي ما بعرف بكتب ولا بعرف بقرأ. طيب أنا كيف أطالب حقي أنا؟ طيب أعطيني حقي. ما أنت بتعرف إنه بلدي فيها حرب، بتعرف إنه دارفور الكل يعلم إنه دارفور فيها حرب. طيب أنت محامي، ليش الأمم المتحدة جايبك أنت محامي؟ أعطيني حقي يا أخي. ما أنا جاي منك أطلب منه أنا بدي أصير لاجئ، ليش ما بتقول لي هذا الكلام؟ انا ليش عم بصير مع الناس هيك؟ انا لو ما كنت مظلوم ما كنت جيت قدمت. يعني انا محتاج لأم المطير اقول له انا قاعد، يعني انا مما قدمت لحد الان صار بعد 12 سنه يتم احتراف بي انه انا كلاجي؟ مين يقبل هذا الكلام؟ أم المطير ما عارف انه انا جيت طلبته منه من تاريخ 2001 لحد اللحظه زي اليوم يحترفوا بي. طيب هيدا شيء غريب. 12 سنين يعني معقول انه هيدا واحد بقعد 12 سنه؟ طيب مصادات تروح تطلب هلا اليوم يتجي مدام هوري تقول لي يا اخي بتقوم من هون حتى نعطيك 200 دولار مترجم لشو؟ يا اي منطقه هيدا؟ في شيء شي ما انه مزبوط. مترجم لشو؟ مولا بين مليان اولاد السنتين كبار شو واحد ما بعرف انه ما بروح المدرسه وملفوا يفتشوا المترجم اربع سنوات ما لاقين مترجم. شوف جبت ثلاثه شباب جبت اثنين اربع سنوات شنو كان صنايه. طيب ما هيدا انسان عنده لهجه هيدا سودانيه. انا نفس من نفس العائله مكتب المفوضيه في واحد اسمه اللهم صل على اسمه مهنا ده هيدا معضو في الانترفيو هي ما بتعرف عربي مظبوط ما بتحكي عربي. قال لي جيبوا مترجم. قال حنا بيجيبوا المترجم اليوم بكره بعده شهر شهرين ثلاثه. هلا اليوم عشان يجيبوا مترجم صار له سنتين. طيب ما في هنا مترجمين ليش ما عم بيقبلوا؟ فور اذا كان عملوه من نفس العائله من نفس القبيله هذا من قبيله الفور ما عم بيقبلوا. مناظره تلفزيونيه مثلا يحكي يعني هيدا في شيء غريب بصير. شيء غريب انه انسان اربع شباب انه يحترفوا بانه كلاجئ بدهم يجيب لهم مترجم بس بده سنتين ليجيب لهم مترجم. هيدا شيء ما مزبوط. اولاد سنتين كبار انا بدي اروح على الحرم.